لازم نصدقه. بتحبي محمد صلاح؟ اه اوف كورس ليفربول بالطبع. اوف كورس بالطبع. اي لاف هيم، بحبه جدا. يعني النادي الافضل ليكي بعد النادي الاهلي يعني اللي بتحبيه؟ So in family we all you from Juventus. يعني كلنا في العيله بنشجع يوفنتوس. Because of Italy. Yes yes, yes we love Juventus. بنحب كلنا يوفنتوس. Juventus but also like the league in the UK is very 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 big. الدوري الانجليزي طبعا دوري قوي جدا، وليفربول طبعا فريق قوي. احمد الحرباوي منور يا عم ميشيل. يوسف مصطفى بيقول ايه هي مواصفات فتى احلام اليسيا، او زي ما بنقول لها على انستغرام علولو؟ هم بيقولوا لك على انستغرام علولو؟ علولو علولو علوش علولو علي علي معلول. هو علي معلول؟ لا انا علولو. علي معلول لا انا اليسيا بيقولوا علي علولو. انت بتدرس علولو؟ اشمعنى علولو طيب؟ It's the nickname of because so in Italy اسمي my إيطالي. Nickname is Ali. اسمي علي. So I arrived in Egypt with my Instagram. أليسيا بيقول لي علي في إيطاليا، فبقيت علي علي. بقيت أكتب علي على الانستغرام. Everyone was telling, oh you علي you علي. فالناس بيقولوا أنت علي أنت علي. It's a male's name. Everyone was like, oh my god what is this. والناس بتقول لي علي. عشان ده مختلف، لأنه إحنا علي ده اسم ولد راجل يعني. Yeah I know I know I know. So now it's علولو. علول عشان كده كويس. علول انت مش عايز تقول يعني انت بتحبي علي معلول مثلا بتحبي لعيبه الاهلي كلهم يعني؟ لا 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 مش بحب علي معلول، بستخدم اسمه. لا كل لعيبه الاهلي. لعيبه الاهلي فايزه في الاهلي كلوب. بتشوفي مين من وجهه نظر فنيه بقى، فنيا وانت قاعده كمشجعه اهلاويه، كمشجعه اهلاويه بتحبي مين من لعيبه النادي الاهلي؟ شناوي. الشناوي ها؟ كابتن ليدر. ذا بيست اون ذا بيتش. بعد الشناوي؟ نوي. انا مذيع برضه يعني